محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال الذي يجب ان يتبادر في الاذهان: هل نحن نحب رسول الله؟ هل نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الجميع بملك الفم: نعم، نحن نحب رسول الله، ولكن ما الدليل؟ ما الدليل على محبتك لرسول الله؟ هل انت صادق في محبتك ام انت كاذب؟ ان كنت تريد ان تعرف الدليل فاسمع لقول الله تعالى: قل
ازداد محبة رسول الله. Oh,
ميال. مدير المدرسة جاي يشرب الطالب ميال. كلنا فرحانين يا مدير المدرسة. مستر جميل بعد الساعة الجميلة دي من طلبة البيت اللي كلهم 10